يخص الأسبوع الأول أكيد إحنا تعودنا الآن بالتجربة أنه ديما الأسبوع الأول يبدأ فيه ارتباك، فيه إقبال استهلاكي أكثر من السوق العادي، ثم عادة تعود الأمور للسوق العادي تاعها بعد الأسبوع الأول. لكن هذه السنة لاحظنا أنه تدمر كبير، خاصة في ارتفاع بعض المواد، اللحوم خاصة من اللحوم الحمراء، معناها الأرقام اللي ربما كانت المواطن التونسي يعني ما يتوقعهاش، ومما جعل أن هناك منها توجه نحو اللحوم البيضاء اللي هي متوفرة واللي أسعارها متاحة في المتناول. لكن الحقيقة معناها رغم هذاك استمعنا يعني بالأمس لمداخلات مختصين في المجال، يقول لك حتى الإقبال على الدواجن رغم الأسعار متاعها يعني في المتناول في حدود 8 دينارات، رغم هذا معناها ليست كالمعتاد ونوع من الامتناع، وهذا معقول جدا نظرا لأن الطاقة الشرائية من تهرد شوية، من النسق متاع السنوات اللي مرت كلها ديما ثم تصاعد في النسق في الأسعار، نوع من العجز على مواكبة هذا الغلاء، رغم معناه استقرار بعض الأسعار. خضر الغير فصلية معناها تو اليوم كي نحكيو على الفلفل والطماطم هي نتاع باكورات، ما تدروش أن باش تكون الأسعار نتاعها الحقيقة كما الفصلية كما اللي هي تكون في الصيف. ربما في شهر رمضان الناس اللي تم شكون يستعمل المواد هذه أكثر شوية، يعمل سلايت مشوية إلى آخره، لكن الحقيقة راهو معناها عرضوا الطلب هذه بالنسبة للخضر. ورغم كان قلت لك تم مجهودات لتثبيت هذه الأسعار ولا الضغط عليها، لكن رغم هذاك تم معناها دائما ممارسات تخرج على العادي ومعناها تساهم في ترفيع هذه الأسعار.